يعني ما في سمي بعد هذا. لا سلام بعد علينا. وهلا شو بجديد على الساحة؟ No garlic, no onions. ويب سايت جديد من نوعه بعرفنا على مطاعم بلبنان مع ابداء الرأي فيهم ومع عطاء بعض اسامي الفنادق والمطاعم يلي بينصح فيهم بالعالم. ليش No garlic, no onions؟ لانه صاحب الويب سايت عنده حساسيه على الثوم والبصل الموجودين بمعظم الاطباق بالعالم. تفاصيل اكثر مع انطوني رحايل. أهلا وسهلا فيك. تفضل أنطوني رحايل، سبق وكنت ضيفنا من الآخر تنحكي عن كتاب بلبنان يلي كان عن أهم صور صارت ببيروت بوقتها. من وقت هذا الكتاب كان عندك إصدارات جديدة؟ لا، هذا كان اخر كتاب انعمل قبل ما بلشت بهذا البروجيكت واخذ لك الوقت. طيب، من التصوير الفوتوغرافي ومن حضرتك حكيم السنان مشهور كثير بلبنان، بس عندك باسيون هو البلوج، الويب سايتس، التصوير، السهر، وحاليا المطاعم. ليش المطاعم بالتحديد؟ بحب كثير المطاعم، وكل ما فوت على محل بتطلع على اقل التفاصيل اللي بتصير فيه. من بلشت اكتب عن المطاعم ب 2008 على تيب ادفايزر على كل التفاصيل كنت اعملهم، ولاني مثل ما قلت بصور كنت اخذ كنت صور كل شيء بيصير من الاكل للمنيو للتفاصيل الاركيتكتشر تبع المحل. فقررت بالاخر ليش ما بحطهم على بلوج، لانه من كل سفرات اللي عملتهم بالعالم شفت انه ناقصنا كثير بلبنان. عندنا اكل طيب، عندنا كثير مطاعم، اكثر شغله عنا هي المطاعم. مزبوط. بس ناقصنا تدقيق بالتفاصيل، تدقيق بالنوعيه. قلت ليش ما بكتب على البلوك تبعي بطريقه نحسن شو عنا. بس قديش ما يمكن العالم واصحاب المطاعم على انك تكتب على البلوك تبعهم بكل شفافيه، لانه انا من بعض متابعي البلوك، ووقت تفوت على البلوك اوقات بتكون كثير قاسي مع شبكه مطاعم ان كانت اجنبيه او لبنانيه كمان محليه، ومثل ما بيقولوا ما بترحم، يعني بتكتب وبتكون صارم بالكريتيك تبعيتك. قديش تقبلوا هيدا الشيء وكيف جاوبوا معك؟ تقلك المزبوط، ما كان حدا منتظر بعتقد، لانه من يوم اذا فوت على الانترنت قبل No garlic, no onions كان في بريس ريليس، كان في كل المطاعم منيحه، كل المطاعم كثير حلوه، رقم التليفون تلفن وحجوز، واضرب واحد بياخذ 6 على 10 ومزبوط. No garlic, no onions اجى قال العلامه عالميه مقسم على 10 درجات، وفي منهم اخذوا 10، في منهم اخذوا 15، في منهم اخذوا 5 عالميه، في منهم اخذوا 5 عالميه، في منهم اخذوا 5 عالميه. وحطيت اسم المطعم وكل شيء، وحطيت اسم المطعم وحطيت اسم الويتر وحطيت اسم كل شيء. مطاعم عالميه ولا اغلبيتهم هون؟ اغلبيتهم هون تقلك المزبوط. يعني اليوم برا طالما ساعات بسافر 3 ايام او 4 ايام ما بلحق اعمل اكثر من 5 مطاعم. اذا عندك مثلا فرانشايزز في مطعم فتح برا اجا فتح هون، تعمل شيء فرق بيناته؟ انه مثلا ايه بس الاصل اطيب، يا ما هون مش مثل تبع برا ولا؟ اول ريفيو كتبته عندي على الويب سايت كان لفرانشايز سكرت هلا بلبنان، وكانت كان الارتكل لمين كان؟ فادراكس. فادراكس بليز سكر وسكر، لانه مش مسموح. بسمع عندك هيدي البين هلالين رح نسميها بكل تجرد وقحنة، تبع اللي بتقلن انه عملوا هيك مش مزبوط، وتبع اللي بتقول للعالم الاشياء حتى اللي واحد بيستحي يقولها لصاحب المطعم عم بتقولها على السايت دايركتلي، وعم بيكون في الختم الريكومندد او نوت ريكومندد واضح وصريح لكلهم. هلا السايت للي بعد ما شافه ألوانه حلوين، شكله كتير واضح، تقسيمه سوبر هين وواضح، يعني بتعرف فرق السايتات أوقات بيكون أبيلينج أوقات لا. بس أكتر شيء لفت لي نظري الكريتيك الشخصية اللي بتعملها الواضحة وأوقات المسمة، وهيك كنت بدي أسألك كيف بتحافظ على مصداقيتك تجاه الناس وتجاه يعني مستعملين البلوج والمطاعم بنفس الوقت ببلد مثل لبنان؟ يعني لبنان بلد صغير، كل العالم بتعرف بعضها اجمالا، يمكن يطلعوا نصهم قرايبك او اصحابك اللي عندهم مطاعم. اصحابه كثير اصلا صار، ايه ما عندي شك. كيف بتحافظ على هالمصداقيه وما بتخلي اذا بدك يتاثر رايك؟ والمطاعم كثير ديليكا، يعني مش انه محل تياب اذا واحد ما بيعجبه التياب ما بيش، بس مطاعم يعني السيت اول ما يطلع السيت على مطعم خلص دبوش قرايب بتروح بالبلد، وال يعني الاشخاص اخر دراسه، بس تعادك اخر دراسه على الأشخاص اللي بيظهروا على المطاعم بلبنان وبيدفعوا تقريبا $50
تيسهر بيدفعوا تيكيه معين 50 دولار ثلاث مرات بالجمعه هو 20,000 شخص، يعني على 4 ملايين ونص عنا بس 20,000 شخص هن الماشين كل المطاعم بلبنان والبورد نيو، يعني كوميونتي كثير صغيره، صار السيرك كثير صغير، قديش فيك تحافظ عليه اللي قاله شوش؟ هون رح جاوبك بعدة محلات. اليوم بلبنان كل واحد صار معه 100,000 دولار صار بده يفتح مطعم لانه لانه صاحبه نجح بالمطعم تبعه، بيفهم بالمطاعم، بيفهم بالطبخ، واللي ما معه بيفتح في شارع كفالات هون حاضر. فالوضع عن جد تعبان. هيدي واحد. دونك اليوم الحقيقه لازم تنقال عن جد، بلا ما اكون بريتونسيو، بلا ما اكون مدعي، اليوم في حق واقعي انه طيب او مش طيب، فيه الانجريدجان مزبوطين او لا، محطوط بس هيك خبصة اكل او محطوط شيء مرتب، نظيف او مش نظيف، وبالاخر الويتر بده مينيموم، انه في اقل شيء مينيموم وورلد وايد ريكوجنيشن على كيف الويتر لازم يهتم فينا. اذا واحد بياكل ببيته طيب يظهر على المطعم ويدفع 50 او 60 او 70 دولار، بدنا شيء بالمقابل. هالمقابل شو؟ اكل مرتب، استقبال مرتب مع ابتسامه حلوه للويتر واكسترا. بس هلا بس اليوم ساعة بلشت الويب سايت بلشته بتو جايدلاينز كثير اساسيين. واحد، ما بقبل عزايم. اثنين، الويب سايت ما راح يكون عليه دعايات. هول الشغلتين يلي بيعملوا من حيالله البقيه كل الويب سايتات انه تصير نون كريديبل، لانه بالعزيمه مع ضحكه ومع بعطيك احسن شيء وببعث لك احسن ويتر وببعث لك احسن شيء من المطبخ، مش راح اقدر اكتب مزبوط. دونك انا بنزل عربي. انت شو بيسموه كانوا ميستري شوبر؟ لا مثل شوفر وقت ما بيعرف هو عم بيدقق مثلا بالمحل شوف كيف عم بيعمل. مشهورين كثير تبع الجيد ميشلان هذول بفرنسا. عطني اخر سؤال لك، من بعد ما عملت هالجوله الكبيره بلبنان وبعرف انه عملت عدد جولات برات لبنان، كيف فيك تقيم مستوى المطاعم والاكل من ناحيه الطعمه ومن ناحيه نظافه المطاعم مقارنه مع عدد بلدان اوروبيه وحتى عربيه رحت عليها؟ إذا بدنا ناخذها مثل ما هي، اليوم بالطعمة عنا إيفانتاي دو شوا كتير كبير، دونك عنا فن بالأكل كتير منيح، شريحة أكبر بس متفلسف كتير، دونك في عجقة، في خبصة شوي، وهلا كتير على الموضة ليبانيز وذ تويست وميدل إيستر لبني مع فريز، كتير خبصت شوي. ما بحيت فهمت ليش. فهيدي بدها فيك حمص لونه أخضر. هيدي بدها شوي ترجلوج. والمحلات المرتبة يلي غالية، المطاعم المرتبة عم بتسكر واحد ورا الثاني، صايرين كتير رايحين على إيطاليا، كتير على الموضة الإيطاليا والبيتزا، عم نرجع كتير بالمحلات بالأكل لورا شوي برأيي. بالنسبة للمطابخ ما في رقابة مثل ما لازم، دونك في كتير قصص بتاخد على الليجير. والأهم شيء والكتير عاطل والكتير بده شغل هو الويترز. عنا مصيبة سيرفيس، عنا مصيبة للأخير اللي سرعنا. أنا حبيت it's very interesting، وأول مرة بحس إنه عبالي فوت وشوف شو عم تكتب، لأنه ظاهر إنه مش ما بتسير حدا. ريما كونسبت كثير حلو، وهالبلوج بيقدر يصير ريفرنس للبنانية وللعالم يلي بيجوا بيزوروا لبنان، فأكيد لايك. برافو، عم تزبط على البلوج دغري، فيك تعمل شير إذا بدك. على الفيسبوك هلا بعمل له شير. كنت بدي أقول لك إنه الويب سايت ببكي بس طلع ما فيه بصل. منيح. سريع، احنا معطينا اخذت لنا 10 حلقات بس هلا صرنا نتحاول. زين عن جد نحن المبادرات الفرديه عندنا هي اساس نجاحنا، وانت هالهوايه لازم تكون، يعني انت لازم عم تلعب دور وزاره الاقتصاد، يعني عاده اشخاص لازم يروحوا هيك مطاعم يهتموا حمايه المستهلك، يهتموا بصحتنا، باكلنا، بمطابخنا اذا نظيفه، انت عم تلعبوا هيدا الدور فيري نايس، يعني هوايه تحولت لشيء جدي. انت بتدعي لاعتقال صاحب مطعم اذا ما قام بهذا الموضوع؟ انا لا بدعي، يا ريت في جريدنج، يعني بنعرف اذا هالمطعم ايه في برا مثلا، هذا بقول له زكات ريتد، يعني بكون في ستيكر على الباب انه ذس هاز بين ريتد باي في تبع ادفايزر اويت بحطه بلبنان. يوم ما وايل اي ثينك يوم ما وايل لازم نعمل ابلكيشن. ما في اخبركم كل شيء اليوم، فاعطوني شوية وقت. عم تشتغل ما هي ما رح نرجع نسال. انا بلشت بريكومندد، بلشت بتوب 10 لاول مره بعمل دريل توب 10 ليست بلبنان ريكومندد ومور كومينج سون ان شاء الله. جورج حرب، انا سبق قلت لك انه كسايت كتير حلو، الغايه منه بتجنن. صح، بين هلالين الاسم كتير حبيته لانه لا بحب لا البصل ولا التوم، يعني اجى على القد. بس عن جد بتمنى انه يتفعل شغلك بعد اكثر لدرجه انه يصير مثل ما بيخوف
تيتجاوبوا ويكتروا الناس اللي عم يعملوا مثلك، لانه عادتكم هو اللي بخليهم يتجاوبوا، لانه ابارامال القانون مش عم يردعهم، برك الخوف من الاراء بجرب يخلي الاكل يضل احسن، النظافه احسن، والاتيتود احسن. بس ما ينتقموا منه انه اجى انطوني زد له طوم، زد له طوم، اضطر غير سياره، اجى انطوني انطروا برا. ما هيك كمان بعرفوا لانطوني توم ما دخلك انا وياس على اساس توم انطوني ما فكرت فيها. بتحب بعد ولا ما فكرت كان شغله كان انطوني اكيد بعقد البلوك تبعتك. بس انا عندي شغله بدي على قصه الويترز، انا كثير بهمني قصه الويترز اكثر من قصه الاكل، لانه هو بخليك تروح او ما تروح على المطعم. بس يا ريت بيوعوهم، مش بس يعملوا لهم شو بيسموه الفيرست ايد، اللي يعني اذا واحد انا غطى قلبي هذيك المره بمطعم ما عاد تركوني وركضوا اجوا العالم صاروا يوعوني، عرفت؟ بركي كمان المستشفى لا بركي كمان يصير في توعيه، يقدروا اذا صار في ايمرجنسي عندهم بالمحل كمان مثل بلاد برا الفيرست ايد، الفيرست ايد يقدروا يعملوا، يقدروا هن يهتموا بالموضوع اكيد. أنطوني رحايل أنا بقول لك برافو لهذا البلوك، بعرف بفترة كتير قصيرة وصغيرة أول ما بلش البلوك كانت نوع من الهواية، بس لفت أنظار الكل. كم يوزر بيفوت لعندك؟ تقريبا 15,000 15,000 شخص بنهار. واو. يعني هو لأن 20,000 بيظهروا 15,000 بيشيكوا المطاعم. بقول لك برافو فعلا أنطوني للي عم تعملوا صرة ريفرنس بلبنان، على أمل نقدر وكل المطاعم ياخذوا بعين الاعتبار كل الرومارك اللي بتحطها، لأنه بالنهاية قد ما كنت أنت كونيسور، قد ما كنت تفهم بالأكل، قد ما يكون عندك نوعا ما هيك مثل بيقولوا شو بيقولوا في ناس والحس بالأكل، بالنهاية أنت بتمثل حياة الكونسيومر بيقدر يكون أو حياة كلاينت بيقدر يكون وراح يزور هذا المطعم. هيدا الفشل خلت بكل تجرد وكل موضوعية الا الله اصحاب المطاعم، بس بركي بيكتبوا بعين الاعتبار. ان شاء الله تصير مثل جيد ميشلان، نتمنى لك كل الخير. نو جارليك نو اونيونز.com هذا هو البلوج، هو بلوج مجاني بفوتوا كل الاشخاص وبكل حريه بيقدروا يعملوا كومنتس كمان على كل الهيدا، ونفتح ايام الاحد. شكرا على الطريق.